بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مقرر ميكانيكا المواقع 2، الشابتر الثالث، باوندري لير، الحصة الخامسة. كنا قد وصلنا المرة الماضية إلى تعريف لمينانت أند توربيننت باوندري لير، أو إعطاء لمحة على التوربيننت أند باوندري لير. هنا فقط بغيت نعود إلى الموضوع هذا، تعريف توربيننت فلوز أند لامينار فلوز. توربيننت فلوز are those in which the streamlines break up and fluid particles move randomly in zigzag fashion. يعني ايش؟ لو شفت هنا الرسمة فلاحظ انه جميع الذرات حقت الموية تمشي بطريقة احتباطية من فوق الى تحت او من تحت الى فوق، يمين يسار يسار يمين، او بشكل دائري. اما بالنسبة للامينر فلوز، لامينر فلوز are those in which streamlines، يعني مجرد الخطوط streamlines are smooth and regular and a fluid particle moves smoothly along streamline. فلاحظ هنا انه ذرات الماء تمشي بطريقة انسيابية وطريقة يعني irregular، بما يعني انه ايش؟ تاخذ نفس تقريبا الشكل. الفرق بين laminar and turbulent boundary layer، عشان نعرف laminar flow and turbulent flow يلزمني نحسب ايش؟ number of Reynolds، وهذا يساوي زي ما شفنا في المواقع واحد يساوي رو U X على مو، بما أنه مو على رو زي هنا تساوي إيه؟ تساوي لي نو. بالطبع هنا نعرف إنه X is the distance measured from the leading edge، رو is the density اليونت حقتها كيلوغرام per متر كيلو في الـ SI unit، المو dynamic viscosity، ونو is kinematic viscosity اليونت حقتها متر مربع per second. فرح ناخذ ان شاء الله في ميكانيكا المواقع 2 انه الحد الفاصل بين لامينر اند توربيلنت هو الرقم 5 في 10 اس 5، 5 في 10 اس 5. فاذا كانت رينولدز نمبر هو اقل من 5 10 اس 5 فاذا لامينر باوندري لير، او نتحدث عن لامينر فلو. فاذا كان رينولدز نمبر اكبر من 5 10 اس 5 فاذا نستغل في التوربيلنت باوندري لير او في توربيلنت فلو. قلت هذا الرقم تم اختياره هنا في ميكانيكا المواقع 2. يمكن نوجد انه الرقم هذا يختلف في بعض المقررات او بعد المراجعة لو استعملنا مراجعة اخرى. هنا فقط نبغى نعطي لمحة على الاكس ترانزيشن او البوزيشن اوف ترانزيشن بين لامينر اند باوندري لير. قلنا انه رينولدز نمبر اوف ترانزيشن يساوي 5 في 10 اس 5 او 500 الف. فاذا بما أنه رينولدز نمبر يساوي رو في اليو إكس كريتيكال على ميو، أو يساوي يو إكس كريتيكال على ميو، فإذا كريتيكال بوزيشن راح يساوي لي إيش حسب المعطى هذا؟ يساوي لي 500 ألف أو 15 أس 5 في إيش؟ في ميو على يو. كده نطلع البوزيشن اللي بعدها يصبح turbulent boundary layer أو turbulent flow، وقبلها لسه نستغل في laminar flow. إذن هنا راح نشوف طريقة الحل اللي توجد لي إيش؟ توجد لي الدلتا CD and CF اللي راح نعرفهم الحين. فقط هنا أريد أن أشير قبل ما نوصل إلى boundary layer solution، بما أنه هنا طريقتين في الحل. عندي حل حقة بلازيوس solution، والحل الثاني حق فانكرمان solution أو يسمى approximate solution. بالنسبة لبلازيوس solution يسمى إيش؟ يسمى exact solution. هنا قلنا راح نشوف solution هذه راح توجد لي قيمة CF، قيمة CD، وقيمة دلتا. مع إنه معرفة إنه CF هي friction coefficient which is used to calculate shear stress، زي ما هنا shear stress tau x، و cd هي the drag coefficient which is used to calculate the drag force. فهنا ال fd هي drag force، tau x هي ايش؟ زي ما قلنا هي shear stress. طبيعي جدا رو هي density، ليو هي free stream velocity او velocity، ي هي plate area، ال هي plate length، and b هي plate width. هنا كون خلصت المحاضرة هذه، فقط أود طرح السؤال، كم في عنا من طريقة لحل الباوندري لير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل إنه إكزاست سولوشن هي فون كارمان سولوشن أو لا؟ السلام عليكم ورحمة الله.